لإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى الفرج، وإلى ولي أمر المسلمين وإلى جميع الفقهاء والمؤمنين والمؤمنات ذكرى هذه الأعياد المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من مثل الحياة البشرية وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، هناك خطان وهناك منهجان لا يتوقفون عن الحراك والحراب، حزب باسم حزب الله وحزب باسم حزب الشيطان، عبودية لله وعبودية للطاغوت من آدم إلى قيام يوم الدين. هذه معركة. رب العالمين عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، كتب على هذا الخليفة وعلى هذا الإنسان حتى يصل إلى تلك المقامات العالية، كتب عليه أن يعيش في هذه الدنيا ويعيش في مكارهها ومعاركها وحرب مع جنود الشيطان، سواء كانت شياطين الجن أم شياطين الإنس، العدو الخارجي أو العدو الداخلي. هي معركة لابد للإنسان أن يستوعبها، وكل معركة لها قيمة وكل معركة لها قتلاها وشهداؤها وجرحاها ومصابيها ومعلوليها. هذه هي طبيعة المعارك وطبيعة الحروب. أن يطلب الإنسان أن يعيش في عافية كما يدعي البعض ويقول ما لي وما لهذه الأمور، دعني أن أعيش في بيتي بعيدا عن كل المصائب والمشاكل فلن يصيبني شيء. نعم، قد تعافى ولكن من قال أنك لن تقف أمام الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنك لم تؤدي تكليفك. الإنسان ما دام هو في هذه الدنيا فهو مكلف، فهو مطلوب منه أن يؤدي تكليف ربه. ليس الدين، ليس الإسلام أن تصلي وتصوم وتزكي فقط، ليس الإسلام هي عبادات فردية. ما جاء الدين الإسلامي ليقول أن كل شخص له أحكامه الفردية ونقطة. عندما ندقق في الآيات القرآنية وعندما ندقق في روايات الأئمة عليهم السلام وهذه الرسائل العملية يوجد فيها شيء من الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حقوق العباد، حقوق البشر وأمثال ذلك. بل كما يعبر الإمام الخميني رحمة الله عليه ومن نعيش ذكرى رحيلا، أن المدقق في الآيات القرآنية وفي الآيات أي المدقق في الدين الإسلامي لا يسعه إلا أن يصل إلى هذه النتيجة الواضحة، وأن الدين الإسلامي جاء ليحكم. الدين الإسلامي دون دين حاكمية، دين جاء لكي يحكم البشر. كل دساتيره إذا ضمنا بعضها إلى الآخر فالدين جاء ليحكم، لا أن يأتي من رب يحكم البشر. كل المصائب التي حلت على البشرية وسوف تحل، كل الدمار الذي نجده من شرق الأرض إلى غربها كله سببه أن الدين الإسلامي ليس هو الحاكم،
وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا فسد الزمان ساد اللئام، وإذا ساد اللئام اضطهد الكرام. انظروا إنما يمسكر ويجثو على صدورنا وصدور كل البشرية. هذا الذي عبر عنه الإمام الخميني بالشيطان الأكبر. انظروا ماذا حدث للبشرية وماذا يحدث. انظروا إلى أفغانستان، إلى العراق وقبل في الشيشان والبوسنة والهرسك وفي لبنان وفي فلسطين وفي بلادنا وفي سائر البلدان. هذا الشيطان الأكبر عندما يكون هو القطب لا يريد إلا أن يكون ربه أنا ربكم الأعلى. هذا لسان حاله. انظروا إلى البشرية وإلى أين وصلت اليوم. لابد للإنسان المؤمن بهذا الكتاب السماوي، المؤمن بنبينا محمد، المؤمن بهؤلاء الأبطال الذين قدموا أنفسهم. نحن نتكلم عن أبطال كربلاء، الحسين، زين العابدين، كربلاء، العباس، علي الأكبر. هؤلاء وقفوا أمام ماذا؟ كما هو الحال في زماننا. كانت تحكم العالم، كانت هي القوة في كل شيء، المال والقتال والجيوش. وقف الإمام الحسين ليقول: لا، هذا غير صحيح. أن يحكم الدعية الدعي لا يمكن. أنا ابن رسول الله، أنا ابن أمير المؤمنين، أنا ابن الإسلام، يحكمنا هذا الفاسق الفاجر. كان الرفض وكان عدم القبول بمثل هذا الظالم. كان يعرف الإمام الحسين أن مجابهته تستدعي شهادته، تستدعي أن يذهب هو وخيرته هذا الخراب. وهو
يبكي ويحكي في السجود. ظلم وما عن ظلم من الظلم. يحرمون الله في بيوته وفي عباده وفي قرآنه في صلاته، يحاربون الركوع والسجود الساجدين الراكعين، جابوا وخربوا هذا المسجد وغيره من المساجد. هذا ظلم معه ظلم، هذا نوع من الظلم، ان يؤتى ويهدى المسجد، يهدى. السبب الاخر لخراب المساجد ان تبقى المساجد بما هي جدران واعمده ونوافذ وإيبان، وتنزع روح المسجد، معنوية المسجد. المسجد من بدء النبي محمد صلى الله عليه وآله وبداية الدعوة كان الراية وكان المنبر الذي يقاربها، كانت الجيوش تخرج من مسجد رسول الله. إمامنا الراحل رحمة الله عليه بدأ ثورته من المسجد، وهكذا سارة يذهب إلى المسجد ويقال له لا تتكلم في الشأن السياسي، لا تتكلم في شأن الأمة، لا تتكلم فيما يقتضي به أمور المسلمين، اقرأ القرآن، فسر القرآن، صلوا، صوموا، اعتكفوا، ولكن لا شأن للمسجد ومن في المسجد بحكومة البلاد. هذا خراب للمسجد، سعي في إخرابها. قد البعض يسعى إلى هذا الإخراب، إلى هذا الفساد، يسعى إلى هذا الخراب، فالحذر الحذر. المسجد ليس هو هذا البناء، هذا معهد ظاهر للمسجد. المسجد له روح. ولم المسجد؟ أمام بنا هذا المسجد بني. إذا نتكلم عن جدران، سقف، حيطان، لا يمكن أن يبنى، لكن الذي لا يمكن أن يعود وتكون هي الضامة الكبرى إذا جبنا المسجد من دوره، من كلمته، من موقفه، هنا تقع الضامة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. رب العالمين لم يتقهر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه من النبوات، وهذه من الغيب الذي يكون درسا على جوارحنا ويثبتنا ويثبت أقدامنا. مثل هذه الآية تبشرنا بشيء، دققوا في هذه الآية، ما هو مصير من يسعى في خراب هذه المساجد؟ أولئك عدة عقبات. أولا، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لا يعيشون الاستقرار في هذه المساجد. أكره بقاع الأرض بالنسبة إلى هؤلاء، أكره بقاع الأرض هي المسجد. يخافون من المسجد، يخافون من كل ما يموت إلى المسجد. لماذا؟ هذا المسجد له وجود، سوف يتجسد لكم يوم القيامة. هذا المسجد الآن الذي تصلون فيه سوف يأتي يوم القيامة ويقول هناك من جاء وعدني، فيأتي إلى الله. هذا المسجد يأتي إلى الله شاكيا فيقول هناك من عدني، فيقف أمام الله حتى يقتص الله ممن هدمه وظلمه. وإن يأتي هذا المسجد فيقول يا ربي
هناك من بناني، هناك من أحياني، هناك من ردني بعدي ما ولدت. المسجد له جسد، فهؤلاء الذين سعوا إلى إفساء هذا المسجد وإلى دماره، عندما يدخلون المسجد المسجد يتوعدهم، يمددهم. قد جاءكم من اللغة وهذا الكلام ولغث الفهم والتفهيم، إنما هي رسالة مصيرة الجنان وإلى الروح. فأول عذاب يصب عليهم وهم الآن يعيشون أنهم خائفون من هذه المساجد التي تغرقهم في الدنيا وسوف يغرقهم في الآخرة. وأيضا الجزاء والعقاب الآخر لهؤلاء، لهم في الدنيا خس. الذي سعى في خرق المسجد له في الدنيا خس، ذلة. لا تتصور أبدا أن هذا الفعل الشنيع الذي صدر من هؤلاء القضاة أنه سوف يفعل، سوف ترون بأم أعينكم. وهذا وعد رباني، ومن أصدق من الله قيلا. وعد من رب العالمين أنكم سوف ترون الخزي، أنتم أيها الطغاة سوف ترون الخزي والعار والذل. رب العالمين يترك هؤلاء. ذاك الذي خرج في ليبيا وعبر عن هؤلاء الثوار بأنهم جرداء، كان يعبر عن الذين ثاروا ضد الظلم بأنهم جرداء. أين كانت مقتلتها؟ أين؟ في البشر. كالجرد ينفل. ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الأحداث بظاهرها. انظروا أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الظالم من حيث أخذ ومن حيث ولى. صدام الذي أعدل ما أعدل من الشعب العراقي، أين ذهب أحدها؟ على نفس المشنقة التي ذهب ضحية بها للآلاف من الشعب العراقي. وهكذا زواليك تواليك. هؤلاء سوف نرى فيهم خزي، سوف نرى ذلهم وانتكاسهم. هذا مضاف ان لهم في الاخره عذاب عظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله.